سيدتي وسادتي، نعود إلى برنامج لقاء اليوم ونستضيف فيه السيد خليه نولد رشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء. السيد خليه نولد رشيد، مؤخرا تدخلتم لدى السلطات العليا في البلاد من أجل العفو عن بعض المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية. هؤلاء كيف تصنفهم؟ هل هم انفصاليون حقيقيون مؤيدون لجبهة البوليساريو، أو أنهم جماعة من الشباب الذين سئموا الوضع السائد في المنطقة؟ أريد أن أسمع رأيك في هؤلاء. خليط من هذا وذاك. يوجد من هو مقتنع بهذه الفكرة مؤقتا وهو مجند فكريا من طرف ما تذيعه جبهة البوليساريو من أقاويل وكلام في الانترنت، عبر الانترنت، ويوجد جزء آخر هو غير مرتاح على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الموجودة في المنطقة. وجلالة الملك يعني عفى عن هذو الإخوان، ونحن الآن في حوار معهم لجعلهم يتخذون الطريق الأكثر نجاعة في تحقيق أهدافهم، وهو الحوار، الحوار وممارسة العمل السياسي المتحضر والابتعادي عن الأشياء التي لا تثمر شيئا وهي العنف. هذا من جهة. كما أنه هذو الإخوان يتبعون بعض المقولات الغير صحيحة، والتي سمعتها من أخي محمد هو بأن المغرب يحتل الصحراء. أنا أريد أن أصحح وأقول بأنه لا توجد وثيقة واحدة لدى الأمم المتحدة أو لدى أي جهة أخرى تعتبر أن المغرب يحتل الصحراء. هذه مقولة باطلة. هناك نزاع متعلق بالقضية مع جبهة البوليساريو، لكن الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا بدولها الكبيرة ومعظم الدول الإفريقية لا تعتبر في أي وثيقة من وثائقها سابقا ولا لاحقا بأن المغرب يحتل الصحراء، ولكن هناك نزاع يتعلق بوجود منظمة سياسة عسكرية هي جبهة البوليساريو يجب حل المشكل عن طريق التفاوض معها. في الأيام الأخيرة وصلتنا عدة بلاغات من جهات صحراوية في المغرب ومن مجلسكم الموقر تتحدث عن وضع صعب جدا داخل مخيمات تندوف. ما هو جديد هذا الوضع سيد الرئيس؟ هل لازلتم تتابعون عن كتب ما يجري هناك، وكيف تنظرون إلى هذا الوضع الصعب كما وصفتموه في بياناتكم؟ صحيح، هناك المخيمات، هناك وضع، وفي نهاية شهر مايو وبداية هذا الشهر وقعت أحداث في المخيمات ومواجهات ما بين قوى الأمن جبهة البوليساريو والمواطنون، واعتصامات أمام مكتب السيد الأمين العام لجبهة البوليساريو أخي محمد عبد العزيز من نساء وأطفال ورجال يشتكون على معاملة قوى الأمن لهم، معاملة سيئة جدا، معاملة لا تعبر عن ما يدافعون عنه. وهذه الأحداث هي نتيجة ملل المواطنين من البقاء في تندوف، وخصوصا مللهم من عدم رؤية الضوء في نهاية النفق. يريدون الرجوع إلى بلادهم، يريدون الرجوع إلى ديارهم، هم لا يريدون البقاء في الظروف السيئة الغير مقبولة إنسانيا والغير متطابقة مع الكرامة البشرية، والموجودون في أراض ليست أرضهم وليس مناخهم وليس بين ذويهم، يعني هم يريدون الرجوع. ولهذا أنا أتوقع بأن إن لم توجه قيادة جبهة البوليساريو إلى مفاوضات سريعة تنهي هذا الصراع وتنهي هذا النزاع عن طريق الحكم الذاتي، ستتطور أكثر وتتمع أكثر الخلافات في المخيمات، وكذلك تواجه جبهة البوليساريو أحداث مثل التي واجهت من 29 إلى 3 يونيو الأخير وهي تواجهها الآن
ما زال هناك إخوان موجودين في السجون في الرابوني بعد الأحداث الأخيرة والخلافات موجودة. يعني السيد خليه، إن كنتم تحدثتم مؤخرا عن رغبتكم في زيارة الجزائر واللقاء بفخامة رئيس بوتفليقة وتباحث الوضع، وضع الصحراء الغربية والوضع الإقليمي، فما هو الجديد بخصوص هذه الرغبة وهل هي قابلة لأن تتحقق؟ طبعا هي قابلة للتحقيق، وهي يعني ما زالت قائمة. أنا أريد وقلت بأنني سأستأذن جلالة الملك في الذهاب إلى الجزائر الشقيقة والمذاكرة مع السيد الرئيس فيما يتعلق بحل هذا النزاع. أنا معجب كثيرا بما قامه السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حل النزاع الداخلي الجزائري، أي المصالحة الجزائرية، أي الوئام الجزائري الذي قضى على النزاع داخل الجزائر. ولهذا سأطلب من السيد الرئيس أن أتاح للفرصة للقائه والسلطات الجزائرية أن يبذلوا قصارى جهدهم للمصالحة بيننا وبين إخواننا في جبهة البوليساريو، وهم يتوفرون على كثير من الوسائل للقيام بذلك. جبهة البوليساريو لها علاقات غير خفية على أحد مع الجزائر، ومخيمات تندوف توجد على التراب الجزائري، لكنني أرى بأن الجزائر تريد الخروج من هذه القضية وتريد بناء المغرب العربي كما يريده جميع شعوب المغرب العربي. وأنا سأقول لهم بأن الإخوان، إخواني الموجودين لديهم، سيدخلون يرجعون إلى الصحراء منتصرين، منتصرين، معززون، مكرمون. وعندئذ سنشكر الجزائر كثيرا على ما قدمت لهم ولنا جميعا، أولا في بداية القضية ثم في نهايتها. وتكون إن شاء الله هذا التدخل الجزائري ختام مسك فيما يتعلق أنها ستكون البلد الذي لعب دور نهاية مشكلة القضاء على نهاية نزاع الصحراء وبناء المغرب العربي. ألا تعتقد سيد الرئيس أنك بهذا التوجه تنافس إلى حد ما وزير خارجية المغرب بدبلوماسيتك الشعبية؟ ولا أريد جوابا، بل أريد أن أعرف في إطار جولاتك المكوكية في عدة مناطق، ماذا تحقق من هذا النوع من الدبلوماسية الشعبية بالنسبة للتعريف بقضيتكم؟ يعني الجولات التي نقوم بها، قمنا بها كل من فرنسا وإسبانيا، وقمنا بها كذلك لجهات في إسبانيا مثل جزر الخالدات والأندلس، وسنقوم بها لدول أخرى وجهات أخرى تدخل في نطاق يعني تفسير مهمة المجلس الملكي ومشروع الحكم الذاتي كحل نهائي لنزاع الصحراء عن طريق الحوار، عن طريق التفاوض، عن طريق التصالح. نحن نطلب من كل من لديه إمكانية في المساهمة في حل هذا النزاع طبقا للشرعية الدولية، لأنه الحكم الذاتي أحسن وسيلة تطابق ولا تنافي أبدا الشرعية الدولية طبقا للقانون الدولي الذي لا يمنع التوافق عن طريق التفاوض والحوار، وطبقا لما يرقب فيه الجميع، المجتمع الدولي ودول المغرب العربي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول العربية، أن هذا النزاع طال الكثير وأن يجب، حان الوقت لإنهائه، وإنهائه بتراضي الجميع، أي أن لا يكون هناك مهزوم، أن الجميع منتصر. الجزائر منتصرة لأنها ستحقق للصحراويين الذين لجأوا إليها انتصارا كاسحا عن طريق الحكم الذاتي، والمغرب سينتصر لأنه سيحقق سيادته بدون جدال، والصحراويين بطبع الحال سيحققون أحلامهم التاريخية بالحصول على مطالبهم التاريخية والعيش الكريم في وطنهم، والمجتمع الدولي سينهي نزاع طال الكثير. إذن مهمتنا هي مهمة تصالحية، نريد من خلالها أن ينتهي هذا المشكل ويبدأ مشروع كبير ومشروع حلم بالشعوب المغرب العربي منذ الاستقلال، منذ الخمسينات، وهو بناء مغرب عربي على مستقبل جديد، على آمال جديد وعلى التقاء القلوب.
بهذه النبضة المتفائلة وبهذه الرغبة في أن يسد الستار عن هذا النزاع القديم من دون أن يكون هناك لا غالب ولا مغلوب، ننهي هذا اللقاء مع السيد خليه لنا ولد رشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء، وهذا حسن الراشدي يحييكم من الرباط وإلى اللقاء.